ننتهي منها عشان ننتهي من المقرر بتاعنا كله النهارده. وبعدين بعد ما نخلص المحاضره هنتفق مع بعض على خطتنا في الفتره اللي جايه هنمشي ازاي بالظبط. احنا كنا اتكلمنا على الكورونري سيركيليشن وقلنا فكره بسرعه عن الاناتومي بتاعها، وهنستكمل النهارده حديث عن نقطه تبدو واضحه في معناها لكن احنا هنتكلم عليها بالتفصيل شويه، وهي الايفكت اوف فنتريكولار كونتراكشن على الكورونري بلاد فلو. بالتاكيد انتم متباينين من زمان انه اثناء الفنتريكولار كونتراكشن الكورونري فيسلز بيكون كومبريست وبالتالي الريزستنس بتاعتها هتزيد وبالتالي الكورونري بلاد فلو هيقل. الفكره بصفه عامه صحيحه لكن احنا هننظر اليها بشيء من التفصيل. الرسم اللي وصلنا ده عباره عن الكارديك سايكل، الجزء المظلل باللون الرمادي ده هو السيستول والجزء الابيض هو الدايستول، والكيرف الاسود ده هو الاورتيك بريشر تشينجز اللي بتحدث اثناء الكارديك سايكل. الكيرف المرسوم بالاحمر تحت هو الكورونري بلاد فلو، هو الكورونري بلاد فلو. واضح من الكيرف لما هنبسطه مع بعض انه مع بدايه الفنتريكولار سيستول الكورونري بلاد فلو بينخفض الى اوطى قيمه اللي انا مشار عليها دلوقتي، وبعدين اثناء الرابيد ايجكشن الكورونري بلاد فلو بيزيد شويه، وبعدين اثناء الريديوس ايجكشن في الكورونري بلاد فلو بيرجع يقل، وبعدين بيعمل اقوى واعلى مستوياته الري اندايستول، ثم يبدا في الانخفاض مره ثانيه في بقيه الدايستول استعدادا للانخفاض الحاد اللي هيحدث له مع بدايه الكونتراكشن القادم. يعني لو قلت لكم المينيمم كورونري بلاد فلو بيحدث امتى هيكون ايرلي ان سيستول. يعني ايه ايرلي ان سيستول؟ يعني في اول مرحله من السيستول اللي بنسميها الالجومتريك كونتراكشن فيز. طيب والماكسيمم كورونري بلاد فلو بيحدث امتى؟ ايرلي ان دايستول، مش كده؟ يعني في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. طيب نتامل هو سبب التغيرات دي ليه؟ الكورونري بلاد فلو زي البلاد فلو في اي حته بيعتمد على حاجتين، على البريشر جريدينت المسبب للفلو وعلى الريزيستنس. طيب في الكورونري سيركيليشن البريشر المؤثر في الكورونري بلاد فلو هو الاورتيك بريشر، لان الكورونريز ار دايركت برانشز من الكورونري من الاورتيك فيسل. لكن الريزيستنس بتاعت الكورونري فيسلز متحكم فيها بصوره كبيره جدا البريشر بتاع الفنتريكولار كونتراكشن. فتعالوا نتامل كده اثناء الايزوفوليومتريك كونتراكشن فيز الاورتيك بريشر بيصل الى اوطى قيم المينيمم اورتيك بريشر اللي هو 80 مليمتر مركري بنوصل له امتى؟ في نهايه الايزو فوليومتريك كونتراكشن فيز اللي بعدها تبتدي الايجكشن ويبتدي يرتفع الاورتيك بريشر. يبقى في هذه المرحله الاولى زي ما انتم شايفين الاورتيك بريشر وصل لاقل قيم، اللي في نفس الوقت البنتريك ابتدى يعمل كونتراكشن فعلا، يعني الكورونري فيسلز عليها كومبريشن، يبقى الريزستنس بتاعتها زادت جدا، يبقى بريشر واطي اقل حاجه وريزستنس عاليه جدا، عشان كده الكورونري بلاد فلو بيقل لاقل قيم ايرلي ان سيستول في الايزوبوليمتريك كونتراكشن فيز. طيب وبعدين يرجع يزيد ليه؟ في الرابيد ايجكشن فيز. هل البتريك البطل كونتراكت؟ لا، بس
بس البريشر في الاورطه هو اللي عالي. اذا احد العوامل اللي بتزود الكورونري بلاد فلو زاد، عشان كده بتحدث زياده، صحيح مش كبيره قوي لكنها زياده. يبقى اثناء الرابيد ايجكشن فيز الكورونري بلاد فلو بيزيد شويه، ولنفس السبب في الريديوس ايجكشن فيز الكورونري بلاد فلو ابتدى يقل عشان الاورطه البريشر ابتدت تقل. في بداية البايستول بقى الفنتريتور الكونتراكشن توقف، أما الكمبريشن اللي على الكورونري فيسلز راح، والأورتيك بريشر إز ريلاتيفلي ستيل هاي، مش كده؟ يبقى بقى ده أفضل للأحوال. الفيسلز محدش داش عليها والبريشر في الأورطة مدار نسبيا عالي، عشان كده إيرلي إن بايستول الكورونري بلاد فلو بيصل إلى الماكسيمم. طب في بقيه الدايستول الكورونري بلاد فلو ابتدى يقل ليه؟ عشان الاورتيك بريشر ابتدى يقل، ما خلاص الفنتريك ريلاكس طبعا مفيش حد دايس على الكورونري فيسلز. لكن الانخفاض في الكورونري بلاد فلو في المرحله دي سببه الانخفاض التدريجي في الاورتيك بريشر. يبقى اذا الكورونري بلاد فلو مينيمم ايرلي ان سيستول في الاي دوغريماتيك كونتراكشن فيز نتيجه ان الاورتيك بريشر از مينيمم والمسل كونتراكشن از ماكسيمم، فالكورونري ريزيستنس على الغايه. طب وماكسيمم امتى الكورونري فلو؟ ايرلي ان دايستول. ليه؟ عشان ما عادش في كومبريشن على الفيسلز لان الفنتريكال ريلاكسيشن ابتدت والاورتيك بريشر از ستيل ريلاتيفلي هاي، فالكورونري بلاد فلو بيصل الى اعلى القيم بتاعته. يبقى نبقى عارفين مع بعض كده ان الكورونري بلاد فلو ريتش ماكسيمم ايرلي ان دايستول and becomes minimum early in systole. الكلام ده حقيقه ليه اهميه تطبيقيه. اي كونديشن بيخلي الاورتيك بريشر ينخفض بسرعه early in systole هيؤثر سلبا على الكورونري بلاد فلو. يعني لو في مرض خلى الاورتيك بريشر early in systole ينخفض بسرعه، ده يخلي القوة الدافعة للكورونري بلاد فلو تقل، يقوم الماكسيمال كورونري فلو مش هيبقى عالي قوي كده. في جديد انتوا سمعتوا عنه بالفعل في العملي بيعمل الحكاية دي، هو الاورتيك ريجيرجيتيشن. لما الاورتيك فالف ما بيعرفش يقفل كويس فيسمح برجوع الدم من الاورتا للفنتريكل ايرلي انبرستول، وده يخلي الاورتيك بريشر ينخفض بسرعة، مش كده؟ وده يأثر سلبا على الكورونري بلاد فلو. يبقى صح في الاورتيك ريجيرجيتيشن الكورونري بلاد فلو الماكسيمال فاليو بتاعته اللي بتحصل ايرلي دايستول بتبقى اقل من المعتاد، وده ناشئ من انه الاورتيك بريشر بينخفض بسرعه ديورينج ايرلي دايستول. طيب الكلام اللي انا ذكرته ده بينطبق بنسبه 100% على الكورونري بلاد فلو في الليفت فنتريكل. طيب وفي الرايت فنتريكل تغيرات مشابهه بتحدث في الرايت فنتريكل وان كانت مش بنفس النمط بالظبط. انا بقول الكلام ده عشان في بعضكم يعني بيجوز السنه دي، يعني مش اول سنه ليه، هو بيعيد السنه ما نجحش يعني السنه اللي فاتت. فاحنا السنه اللي فاتت كنا بنقول الموضوع بصوره اكثر تفصيلا من هذا، كنا بنتكلم على الرايت فنتريكل لوحده وعلى الليفت فنتريكل لوحده، بس يعني احنا قررنا نبسط الموضوع بالنسبه لكم السنه دي وقلنا ان احنا نكتفي بهذا القرف، هو كافي لاحتياجاتكم حتى لغايه ما نتخرج. فيبقى الرايت فنتريكلر كورونري بلاد فلو بيتغير برضه بصور مشابهه للليفت فنتريكلر كورونري بلاد فلو كده، وان كان مش صوره متناسبه بالظبط. التفاصيل ايه؟ ما عادتش عليكم، فاللي يسمع التفاصيل يتجاهلها لو سمحت. مش عليكم، انا بقول عشان هتسمعوا من غيركم وهتسمعوا من الناس تفاصيل ايه الفرق بين الكورونري بلاد فلو في الرايت فنتريكل وفي الليفت فنتريكل اثناء الكارديك سايكل. لو سمحتم ما عادش عليكم الا اللي قدامكم ده. واضح؟ طيب ننتقل الى الموضوع الاخير في الكورونري سيركيليشن وهو الريجيليشن اوف ذا كورونري.
vascular resistance اللي هيتوتر عليه regulation of coronary blood flow. يا ترى ايه اللي بيتحكم فيه الدايمتر of the coronary vessels وبالتالي هيتحكم في الريزيستنس بتاعتها وبالتالي هيتحكم في الكورونري بلاد فلو؟ كل اللي هقوله دلوقتي مفيش فيه كلام جديد عليكم اطلاقا، كل حاجات انتوا عارفينها اكتر مني دلوقتي. اول فاكتور بيأثر في الكورونري vascular resistance هو الميتابوليك اكتيفيتي اوف ذا كارديال ماسل. واضح طبعا ان this is what we call metabolic autoregulation. لما الكارديال ماسل اكتيفيتي تزيد الميتابولايز بتطلع اكتر تقوم تعمل vasodilation تقوم الكورونري vascular resistance تقل يقوم الكورونري بلاد فلو يزيد. This is what we have already studied before and we give this the name metabolic autoregulation. بيحدث increase في الاكتيفيتي زود الميتابولايز اللي بتعمل vasodilation. واحد من الميتابولايز المهمه اللي بتطلع في الهارت وبتلعب دور مهم فيه ماده اسمها الادينوزين. ماده الادينوزين is one of the very important coronary vasodilator metabolites اللي بيطلعوا اثناء زياده الاكتيفيتي بتاعت الكارديك ماسل. بالاضافه للvasodilator metabolites التقليديه اللي احنا اتعودنا عليهم زي الهيدروجين ايون البوتاسيوم ايون البروستاجلاندينز وخلافه. يبقى الادينوزين ماده مهمه في الهارت بالاضافه للبوتاسيوم الهيدروجين الكربون دايكسايد والبروستاجلاندينز. طيب بدون منازع وبدون اي صفصفه ولا جدل ذا ميتابوليك اوتو ريجيليشن اوف ذا كرونري بلاد فلو is the most important mechanism for the regulation of the coronary blood flow. أي mechanism هنذكره بعد كده هو mechanism أضعف وأقل تأثيرا من الميتابوليك autoregulation. يبقى لما لكم كده قدامكم the primary regulatory mechanism for coronary blood flow is the metabolic activity of the heart. The primary معناها إن هو ده الرئيسي، هو الميكانيزم الرئيسي المؤثر في coronary blood flow. طيب في اذر ميكانيزم كلنا برضه عارفينه، عرفنا ان في مايجينيك اوتو ريجيليشن قبل كده، ان بالرغم من اختلاف الكورونال بيرفيوجن بريشر الكورونال بلاد فلو بيبقى ثابت عشان يحافظ على الفلو ثابت. المايجينيك اوتو ريجيليشن لما الضغط اللي بيحاول يعدي الدم في الكورونال يزيد يعمل ديستنشن في الكورونالز والديستنشن ده يزود ال الترميبيليتي للكالسيوم والكالسيوم يخش يخلي الكورونري تعمل كونتراكشن تقوم تزود الريزيستنس بتاعتها في مواجهه البريشر العالي عشان البلاد فلو في الكورونري يفضل كما هو. الرينج بتاع الكورونري مايجينيك اوتو ريجيليشن بيعمل ما بين ضغط منخفض للغايه مقدار حوالي 40 ملليمتر مركري لغايه ما المين ارتيريال بلاد بريشر ممكن يوصل ل 130. في الرينج ده كله لو الارتيريال بلاد بريشر مين ارتيريال بلاد بريشر غير ما بين 40 ل 130 المايجينيك اوتو ريجيليشن في الهارت قادره على انها تحافظ على الكورنري بلاد فلو ثابت. ارجوكم بعيد للمره الثانيه، المايجينيك اوتو ريجيليشن في الكورنري سيركيليشن is much less important it is much weaker than the metabolic اوتو ريجيليشن. يعني لو تواجدت ميتابوليك اوتو ريجيليشن ومايوجينيك اوتو ريجيليشن مين اللي هيكسب؟ الميتابوليك. لو تواجد اي حاجه من اللي هنقولهم بعد كده مع الميتابوليك اوتو ريجيليشن الميتابوليك اوتو ريجيليشن هي اللي امرها نافذ. اوكي؟ تاني المايوجينيك اوتو ريجيليشن معناها ان مع تغيرات الارتيريال بلاد بريشر الكورونري بلاد فلو يبقى ثابت. تغيرات بتاع الارتيريال بلاد بريشر من كام لكام؟ من 40 الى 130 this is the mean arterial blood pressure. هذه التغيرات في الارتيريال بلاد بريشر لو حصلت لوحدها من غير اي تغيرات اخرى في الاكتيفيتي بتاعت الهارت ده يؤدي الى عدم تغير في الكورونال بلاد فلو. ليه؟ مايجينيك اوتو ريجيليشن الطبيعي اللي احنا عارفينه انه لما البريشر يزيد بيعمل ستريتش للوب بتاع البسل يقوم يفتح كالسيوم شانلز يدخل كالسيوم يخلي المصل تعمل كونتراكشن يقوم يزود الريزيستنس يقوم يرجع الفلو الى قيمته الاولى. طيب
الميكانيزم بتاعه. يعني لو الارتيريال بلاد بريشر قل عن 40 الميجوري اوتو ريجوليشن بتاعها مش هتشتغل، ولو ارتفع فوق 130 الميجوري اوتو ريجوليشن مش هتعرف تحافظ على الفلو في وش البريشر العالي ده. انما بين 40 لو 40 زاد ل 60 الكورونري بلاد فلو مش هيتغير، ولو 60 بقت 90 مش هيتغير. وبرجع تاني لاقول الكلام دوت لو التغير في الارتيريال بلاد بريشر لوحده، يعني مفيش تغير اخر في الهارت، يعني الهارت ريت ما جاتش، الاكتيفيتي بتاعت الهارت ما اتغيرتش، نتكلم فقط تغيرات الترفيوجن بريشر. الميكانيزم الثالث هو النيرفس ريجيليشن، محدش يقدر يغفل تاثير الاوتونوميك نيرف على الهارت. الكورونري فيسل جزء من القلب، والقلب ليه سمباثيك سبلاي وبارا سمباثيك سبلاي. طب تأثير السمباثيك سبلاي على الهارت ايه؟ كلنا عارفين بصفة إجمالية كده من ساعة ما أخدت الكلام ده في الأوتونوميك نيرفس سيستم في أول سنة، إنه بيزود الهارت ريت والفورس أوف كونتراكشن، وبيعمل فازو دايليتيشن أوفر ذا كرونيريز، مع إنه يقدر يعمل فازو كونتراكشن بدايركت إفكت لو سمحت. السمباثيك ستيميليشن من خلال تأثيرها على الألفا 1 ريسبتورز في الكرونيريز ممكن تعمل فيها كونستريكشن، ومن خلال تاثيرها على البيتا 2 ريسبتورز ممكن تعمل دايلوكيشن، والاثنين موجودين في الكورونريز لو سمحتوا عشان ما انساش. في الكتاب عندكم في الصفحه اللي احنا بنتكلم فيها دي اعتقد صفحه 145 لو الذاكره ما خانتنيش، السطر الخامس برضه لو الذاكره ما خانتنيش، في بيتا 1 لو سمحتوا صلحوها ببيتا 2. اوكي بيتا 2 بيتا ادرينرجيك ريسبتورز، بيتا 2 ادرينرجيك ريسبتورز على الكورونري ارتس مسؤول عن الدايلتيشن. هي شبه على فكره شبه البيتا 2 ريسبتورز اللي موجوده في سكيلتال ماسل مثلا، اللي برضه مسؤول عن الدايلتيشن اوف سكيلتال ماسل فيسلز ديورينج اكسرسايز. يبقى السيمباثيك ستيميليشن بتاع الهارت ممكن يعمل باث كونستريكشن وممكن يعمل باث دايلاتيشن ده لو اشتغل على الادرينرجيك ريسبتورز، لكن كلنا عارفين ان السيمباثيك ستيميليشن بيزود التارجت اكتيفيتي، بيزود الهارت ريت والفورس اوف كونتراكشن. يوم الميتابولايز في الهارت هتزيد ميتابوليك اوتو ريجيليشن يجوب كل اللي فات ده، الهاي ميتابولايز دي بتعمل باث دايلاتيشن وبتجعل التاثير النهائي للسيمباثيك ستيميليشن على الهارت هو باث دايلاتيشن. ايا كانت الظروف بقى، والله عند الكورنري فيهم الفا ولا فيهم بيتا، الفا 1 ولا بيتا 2 ولا جبنا ازرق ولا له اهميه. في النهايه الميتابوليك اوتو ريجيليشن اللي نشات من ديالك الكارديك اكتيفيتي هتكسر الجوله، وهي اللي هتعمل برضه دايلاتيشن. اوكي؟ نعم. هو بص لو احنا عملنا من نفسنا كده دايركت ستيميليشن للكورونري فيسلز، اصل مفيش حاجه اسمها سمباثيك سبلاي للهارت، هيروح يشغل الكورونري ومالوش دعوه عضله القلب، هو بيروح من القلب على بعضه. فما بنقدرش نفصل ما بين تاثيره على الكارديك ماسل وتاثيره على الكورونري. انما لو طلعنا الكورونري فيسلز بره الجسم وشفنا نوع الريسبتورز اللي فيها وعرضناهم للنور ادرينالين بتاع السمباثيك نيرفس سيستم، نلاقي عندهم الفا ريسبتورز ونلاقي عندهم بيتا ريسبتور الفا 1 وبيتا 2، والالفا 1 لوحدها تعمل كونستريكشن، والبيتا 1 لوحدها تعمل دايلاتيشن، والاثنين ما لهمش اهميه في الهارت. هتساليني ربنا خليكم ليه؟ الله اعلم، ما نعرفش. لان المحصله في النهايه هي ان الميتابوليك اوتو ريجيليشن هي المتحكم، وفي النهايه مع زياده السمباثيك ستيميليشن في الهارت الكورونري بلاد فلو بيزيد نتيجه ارتفاع الكورونري باي ذا ميتابولايز. اوكي؟ طب الباراسمباثيك بقى، الباراسمباثيك سبلاي للهارت كلنا برضه عارفين ان الباراسمباثيك سبلاي بيقلل الهارت ريت، وبالتالي هيقلل الاكتيفيتي بتاعت الهارت، وبالتالي هيقلل الميتابولايز، فده المفروض يعمل برضه كونستريكشن، مع ان في كولينرجيك ريسبتورز في الكورونريز، ولو حطينا عليها اسكايل كوليد دايركت بتعمل
بس دايلاتيشن، لكن تاثير نقص الميتابولايتس بيبوب بالموضوع وبيخلي التاثير النهائي هو فازو كونستريكشن. عشان كده لما درسنا لكم وقلنا لكم ان السمباثيك تاثيره على الهارت زياده فورس كونتراكشن وزياده الهارت ريت، وفازو دايلاتيشن اوفر ذا كورونيريز هو التاثير الاجمالي، هو التاثير اللي بيحصل فعلا. انما لو احنا هنتكلم بالتفاصيل قوي هنبقى عارفين ان سمباثيك اي ريسبتورز على الكورونيريز الفا 1 وبيتا 2، وده بيعمل كونستريكشن وده بيعمل دايلاتيشن، لكنهم وظيفتهم مختفيه من نتيجه الميتابوليك اكتيفيتي بتاعت الهرم. ونفس الكلام بالنسبه للكولينرجيك ريسبتورز، في شويه كولينرجيك ريسبتورز في الكورونيريز بتقدر تعمل دايلاتيشن بتقدر، بس برضه في وجود نقص الميتابولايتس تاثير نقص الميتابولايتس هو اللي بيكسب ويخلي الكورونيريز كونستريكت. الفاكتور الرابع من الحاجات اللي بتاثر في الكورونري فاسكولار ريزيستنس هو الاندوثيليال ريجوليشن. الاندوثيليال بتاع الكورونري ممكن تحت تاثير الاستمراري التقليديه اللي احنا عرفناها قبل كده، ميكانيكال فاكتورز زي الشير ستريس وخلافه، والهيمورال فاكتورز يعني مواد ناشئه في الدم او نيرف سبلاي للهارت كولينرجيك فايبرز مثلا، دول بيزودوا السكريشن بتاع substances secreted من الاندوثيليوم زي مين؟ زي الاندوثيليوم وزي النيتريك اوكسايد، بس يغلب بقى في الهارت الاندوثيليوم ولا النيتريك اوكسايد، الحال يغلب في الهارت تأثير الفازوديليتور ميتابولايتس، يعني النيتريك اوكسايد ريليس كورونريز اكثر كفاءه من السكريشن بتاع الاندوثيليوم. بس الحقيقه الرول اوف اندوثيليال فاكتورز ان ذا ريجوليشن اوف كورونري فاسكولار ريزيستنس وبالتالي كورونري بلاد فلو دور محدود جدا. كل الميكانيزمز اذر ذان ذا ميتابوليك اوتو ريجوليشن في الكورونري بلاد فلو هي ميكانيزمز قليله الاهميه. اوكي؟ طيب كده يبقى انتهينا من قصه الكورونري سيركيليشن وننتقل الى موضوعنا الاخير وهو البلمونري سيركيليشن. والبلمونري سيركيليشن فيها خصوصيه مشابهه للخصوصيه بتاعه القلب وان كانت اكثر جذبا للانتباه. ليه؟ اللانس لو فكرتوا كده نكتشف ان هما الاورجن الوحيد في جسمنا اللي بيستقبل الكاردياك اوتبوت كله. مفيش اي اورجن تاني في جسمنا بيستقبل كل الكاردياك اوتبوت. مش كده؟ هي بتستقبل كل الكاردياك اوتبوت بتاع الرايت فنتر. كل ده اللي طالع من الرايت فنتر بيروح للانج. ولقيت البلاد فلو بتاعها عالي هذه الدرجه فربنا مخلي البلاد فيسلز بتاعتها اوسع والول بتاعها ثينر والكومبلاينس بتاعها افضل والريزيستنس بتاعتها اقل، والا كان الضغط فيها هيبقى عالي جدا، ده البلاد فلو فيها عالي جدا مش كده؟ يبقى الكورونري فيسل تتميز بالتالي انها لو ريزيستنس سين وولد كومبلاينس بتاعها عالي. طيب هما جايين منين البلاد فيسل اللي في اللانج؟ البلمونري ارتري اللي شايف الدم من الرايت فنتريكل بيتفرع على تو برانشز، وكل برانش بيروح للانج ويبتدي يتفرع الى برانشز. كل برانش رايح مع اللانج وصاحبه مين؟ برونكس مش كده؟ يعني في الهايلاند بتاع اللانج في بلمونري ارتري يمين او شمال وفي برونكس يمين او شمال، وكل ما البرونكس تتفرع البلمونري ارتري بيتفرع معاها. هذه التفرعات للبلمونري ارتري بنسميها الاكسترا البيلر فيسلز. بنسميها ايه؟ اكسترا البيلر البرانشز بتاعت البلمونري ارتري اللي ماشيه
ملازمة للبرانشز بتاعة البرونكس بالبرانشز الأصغر لغاية الترمينال برونكيولز. كل دي فيسل أو برانشز للبلمونري أرتري بنطلق عليها إكسترا ألفيولار، لأن إحنا لسه ما وصلناش لغاية الألفيولار. في الآخر الإكسترا ألفيولار فيسلز دي بتتفرع إلى كابيلاريز حوالين الألفيولاري. هذه الفيسلز هي اللي بنسميها ذا ألفيولار فيسلز. يبقى البلمونري أرتري بيتفرع إلى برانشز ويتش أكومباني برانشز أوف ذا برونكس لغاية الترمينال برونكيولز، بنطلق على هذه البرانشز اسمها ذا إكسترا ألفيولار فيسلز. الإكسترا ألفيولار فيسلز دول حواليهم ومتأثرين بالبريشر من بره بتاع الإنتراكلورال بريشر، لكن الألفيولار فيسلز متأثرة أكثر بحجم الهواء اللي في الألفيولاري. كل ما الألفيولاري تتنفخ أكثر كل ما هتضغط على مين؟ على الكابيلاريز اللي حواليها، مش كده؟ طب خليكم فاكرين الحقيقتين دول، إنه الإكسترا ألفيولار فيسلز آر أفكتد باي ذا نيجاتيف إنتراكلورال بريشر، وايل ذا ألفيولار فيسلز آر أفكتد باي ألفيولار فوليوم، مش كده؟ طيب اكيد انتوا تقدروا تتبينوا معايا دلوقتي ان الدم بيعدي الاول في الاكسترا الفيولار فيسلز وبعدين يعدي في الالفيولار فيسلز. يبقى اذا الريزيستنس بتاعت البلمونري سيركيليشن هي مجموع الريزيستنس بتاع الاكسترا الفيولار والالفيولار فيسلز. طبعا كلام بديهي. المين سايت اوف ريزيستنس في البلمونري سيركيليشن مختلف عن السيستميك سيركيليشن. السيستميك سيركيليشن كان المين سايت اوف ريزيستنس هو الارتيريولز. في البلمونري سيركيليشن المين سايت اوف ريزيستنس هو الكابيلاريز. السبب ايه؟ لو كنت هقولكم كنت قلت لكم طب هو اصلا الارتيريولز ليه هي المين سايت اوف ريزيستنس في السيستميك سيركيليشن؟ وده ما قلت لكم قبل كده. وبعد ما قلت لكم ما حصلش ان حد جه قال لي طب وريني. فقلت خلاص كويس. قلت لكم هي ليها اثبات رياضي. ليه المين سايت اوف ريزيستنس في السيستميك سيركيليشن هو الارتيريولز وليه في الكابيلاريز بتاع اللنج هي دي السايت الرئيسي بتاع الريزيستنس. بس الحقيقه لانه اثبات يعني مركب جدا وفي معادلات متشابكه جدا ممكن وبعدين في الاخر يعني هنتعب نفسنا عشان نقول عندك حق. فيعني واضح ان معظمكم يعني خلاص يعني بلاش وجع قلب يعني خلاص هنصدقك يعني وانت هتضحك علينا ليه؟ ما فيش ما يبرر انك تضحك علينا. طيب اذا لما اجي اتكلم دلوقتي على البلمونري سيركيليشن وعلى البلد فلو فيها وعلى الريزيستنس فيها حاجب نفسي غصب عني بقارن بينها وبين السيستميك سيركيليشن. والحقيقه انتوا عندكم جدول في الكتاب بيلخص الاثنين مع بعض. بس قبل ما ابتدي اتكلم فيه لو سمحتم عاوز اقول لكم انه هو الدم اللي مشي في البلمونري ارتري ووصل للبرانش بتاعته ووصل للاكسترا انجلر فيسلز وبعدين دخل على الالجلر فيسلز، بعد ده كله بيتجمع ويرجع في مين؟ في البلمونري فينز. اثنين من اللنج اليمين واثنين من اللنج الشمال وفي الاخر دول هيصبوا فين؟ في الليفت اتريوم. عظيم. لكن اكيد انتوا عارفين اكيد انا عارف ان انتوا عارفين انه اللنج فيها سيركيليشن ثانيه عن طريق البرونكيال ارتريز. البرونكيال ارتريز دول وظيفتهم على عكس البلمونري ارتري. البلمونري ارتري وظيفته اوكسجينيشن بلاد، يعني هو جايب الدم للنج مش عشان يغذيه بقى، هو عشان ياخد منها اوكسجين، يعني هو جاي لمصلحته مش لمصلحته. انما البرونكيال ارتريز دي بقى دي ارتريز برانشز من الاورطة والسبكليبيان والانتركوستال ارتريز والانترنال ميموري ارتريز
البرونكيال الارتريز دي دي سبلاي ذا تيشوز اوف ذا لانج. ما خسر الفيت منين؟ البرونكيال تري. البرونكيال تري ده انسجه تخينه عامله بلا سبلاي. اذا كانت الفيلاي ممكن تستكفي من الدم اللي جاي لها من البلمونري ارتري بالنيوتريانس وهي شخصيا عندها اكسجين يكفيها لان الهواء ملامس فيها، لكن البرونكاي لا تخينه وعاوزه بلا سبلاي. يبقى البرونكيال ارتريز دي ار امبورتنت تو سبلاي ذا برونكيال تري ويز نيوتريشن اوكسجين. طيب البرونكيال ارتريز دي بعد ما تتفرع من الكابيلاريز هتبتدي يرجع منها الدم في فينز. الدرينج بتاعها مميز للغايه، وحضراتكم برضو اعتقد ان انتم عارفين ان تلت الدرينج ده بيرجع الى الرايت اتريوم زي زي اي فينس درينج، لكن التلتين بيرجع على الليفت اتريوم مع انه فينس بلاد. يعني بعض البرونكيال فيسلز تفرع الكابيلاريز والكابيلاريز دي تتلم تعمل فينز بتفتح في النهايه فين؟ في الليفت اتريوم. And this adds to what we have called the venous admixture، مش كده؟ يبقى جزء من البرونكيال سيركيليشن بيرجع على الليفت اتريوم مع انه فينوس بلاد. ده مش جزء، ده التلتين، ده الانلا، وده مسؤول جزئيا عن الفينوس ادميكستشر. ذكرنا في الكورونري سيركيليشن ان هي برضه مسؤوله عن جزء من الفينوس ادميكستشر عن طريق الفيسل اللي بتفتح مباشره فيه الديفرنت شامبرز الظهار، مش كده؟ طيب ده جدول ده عندكم بس ده الاول. ايه رايكم هو لو الكتاب بتاعكم ده كان بالالوان كان يبقى احلى؟ اه طبعا. طب حتى لو كان اغلى؟ اه اصل عارفين مثلا لو الكتاب ده مش ملون 8 جنيه، لو بقى ملون ممكن يبقى ثمن مثلا 3 جنيه. هتلاقي ثمن الكتاب ممكن يزيد ضعفين ثلاثة. طب اللي موافق من اللي قاعدين يعني انه ايه يعني لما السعر يزيد الضعف او الثلاث اضعاف بس الكتاب يبقى ملون وحلو يرفع ايه؟ معايا من ناحية ملون الكتاب يعني. طب واللي مش موافق بيقول لا يعني على ايه التكلفه اللي مالهاش لازمه؟ يعني هم اقليه يعني. والله انا بقول كده كده نعمل نسختين يعني؟ يعني نعمل كده يعني نعمل الاختيارين يبقى في نسخ ملونه ونسخ ابيض واسود؟ طيب انا وانا بس بستطلع رايكم لان ده الحقيقه مسار جدل. أنا فاهم إن في أقسام أخرى عندها بتكون متلوية. إنما يعني على كل حال هنفكر في الموضوع دوت، وأنا بس آخد رأيكم عشان أعرف الاتجاه الغالب عليه إيه. أوكي. طب بصوا بقى تقريبا كل اللي في الجدول ده عارفينه، احنا بس نقوله بصوره منظمه. بس لو قارنا ما بين الرايت فنتريكولار بريشر والليفت فنتريكولار بريشر، اللي انتوا عارفين الليفت فنتريكولار بريشر بيوصل لماكسيموم اثناء الايجكشن 120 ملم مبري، واثناء الدايستول بيوصل الى 0 ملم مبري. اقل قيمه ليه هي بتقول لي 8. نعم يس، هي موجوده 9. 9 ده في ال بصوا انا هقول لكم ده اللي بنسميه الاند دايستوليك بريشر. افهموا دي معايا لو سمحتوا، افهموا دي معايا. هو مفيش تعارض، هو الزيرو هي اقل قيمه بنوصلها خالص، بس تدريجيا لما البنتكل بيبتدي يتملي الضغط فيه بيبتدي يعلى. في نهايه الدايستول بيكون وصل كام؟ 8 9 ملم مركري تقريبا. يعني انا هنا كاتب ده الدايستوليك بريشر بالمينيمم او بيوصل صفر. ارمي ان
لايف سبورت. لكن الكاس عند الكتاب عندكم احنا قصدين بيها ايه؟ في نهاية اللايف سبورت اند دايستوليك بريشر. اوكي؟ حاول تاني. الفنتريكولار دايستوليك بريشر هل هو ثابت اثناء الدايستول؟ لا مش ثابت. ليه؟ في بداية الدايستول الفنتريكل بيريلاكس ولسه ما عملش دم. فالضغط دي بيبقى منخفض جدا تقريبا صفر. وبعدين اثناء الدايستول الدم عمال يملى الفنتريكل فالضغط في الفنتريكل هيبتدي يعلى. في نهاية الدايستول بيوصل كام؟ حوالي 8 إلى 9 ملم مبري. نعم؟ الاندسيستوليك فوليوم ده الفنتريكل بيكونتراكت. البريشر ماشي من الكونتراكشن مش من حجم الدم. طيب انا بس قصدت ان انا ما اغيرش الصفر اللي هنا ده عشان تبقوا متباينين. ان لما تقروا في الكتب بعد كده او تتبروا بعد كده او حد يقول لكم ده الدايستوليك بريشر في الفنتريكل صفر ممكن يكون عنده حق. او 9 او 8 ملم مركري برضه يكون عنده حق. واحد منهم بيتكلم على المينيمم اللي بيحدث في بدايه الدايستول، واحد منهم بيتكلم عن الاند دايستوليك بريشر اللي بيحدث في نهايه الدايستول. القيم المناظره في الرايت فنتريكل طبعا الماكسيمم 25 ملم مركري والمينيمم برضه 0 او 4 ل 5 ملم مركري على الرايت سايد. ماشي؟ ليه 25؟ ما هو لو تفتكروا 25 دي هي البلمونري سيستوليك بريشر اللي هنتكلم عليها حالا. الضغط في الفنتريكل معليش قوي ليه؟ لان الريزستنس اللي بيضخ قصادها قليله مش كده؟ عشان البلمونري سيركيليشن از لو ريزستنس سيركيليشن. يبقى السيستوليك بريشر في الليفت فنتريكل في الرايت فنتريكل از اونلي 25 ملم مركري. البلمونري ارتري بريشر اكيد انتوا عارفين خلاص انه السيستوليك بريشر في 25 والدايستوليك 10 والمين فاليو ما بين 15 و16 ملم مركري. القيمه المناظره في الاورطه سيستميك سيركيليشن 120 على 80 والمين ارتيريال بلد بريشر حوالي 90 ملم مركري او اتلت شويه. انت لو حسبتيها بالتحديد يعني هتطلع 93 الحقيقه. يعني لو شفتي هو احنا بنحسبها دايستوليك زائد دلتا البلس بريشر، البلس بريشر هنا 40 مش كده؟ 40 تلتها 13 على ال 80 يطلع 93 هي بالحق والمستحق يعني تطلع 93 بس احنا بنقول 90 للتبسيط ولانه مش بالضروره الضغط يكون 120 على 80 يعني الضغط ممكن يكون 120 على 75 وهو نورمال ممكن يبقى 125 على 70 كل دي نورمال. فلو سمحتوا التاني اللي بنقولها قيم استرشاديه تقليديه قابله انها تزيد شويه او تقل شويه بدون اخطاء. اوكي؟ لا ده مش اند ده المينيمم بريشر اللي بيحدث في البنك. اوكي؟ طب الفانكشنال كابيلر بريشر في السيركيليشن السيستميك سيركيليشن كان كام؟ 25 فاكرين في اول الكابيلري كان 35 وفي اخرها 15 وقلنا المتوسط او الفانكشنال كابيلاري بريشر 25 ملم مركري. في البلمونري سيركيليشن 10 فقط وطبعا فاكرين الاهميه انه ده كده اقل من الكولايدر اوزموتيك بريشر مش كده؟ وبالتالي مش هيحصل فلتريشن في اللنج. الليفت اتريال بريشر قيمته 8 ملم مركري. اذا حطيته مع البلمونري سيركيليشن ليه؟ بالظبط عشان السيركيليشن الكابيلاري بترجع عليه مش كده؟ البلمونري سيركيليشن بترجع عليه. فالليفت اتريال بريشر 8 والرايت اتريال بريشر احنا متفقين من زمان انه بين 0 و 2 مش كده؟ طيب اذا خدوا بالكم من اللي هقوله بقى. احنا قلناها قبل كده بس هرجع اكررها دلوقتي. قلناها قبل كده بس زمان قوي. إذا البريشر جريدينت اللي بيحرك الدم في البلمونري سيركيليشن اللي هو فرق الضغط ما بين البلمونري ارتري ونهاية الرحلة اللي هي مين؟
الاس اتريم صح، المين بالمونري بريشر كام؟ 15، والليفت اتريم بريشر كام؟ 8. الفرق بينهم كام؟ 7. هو اللي بنسميه بيرفيوجن بريشر، البريشر اللي بيسبب مرور الدم في البالمونري سيركيليشن مقدار كام؟ 7 ملليمتر مكري، اللي هو الفرق بين مين ومين؟ المين بالمونري ارتري بريشر والليفت اتريال بريشر مقدار 7. طيب فكرتوا حاجه عملناها؟ مش احنا عندنا كده البرفيوجن بريشر كام اللي هو البريشر جريدينت، وعندنا البلاد فلو في البلمونري سيركيليشن كام؟ 5 لتر، مش كده في الدقيقه؟ مش ممكن احسب الريزيستنس؟ حسبناها قبل كده، كام؟ 7 على 5 طلعت 1.4، مش كده؟ ده البلمونري ريزيستنس، بلمونري فاسكولار ريزيستنس، مكتوب عندكم في الكتاب بس هي تكرار اللي احنا قلناه قبل كده. طبعا على الناحيه الشمال فاكرين ان الترفيوجن بريشر كام؟ 90، الفرق ما بين المين ارتيريال بلاد بريشر 90 والرايت اتريال بريشر بقى 0، يبقى 90. 90 على كام؟ على 5 برضه، اللي هو البلاد فلو في السيستميك سيركيليشن كارديك اوت بوت، طلع كام؟ 18. الريزيستنس كانت 18 ملليمتر مركري بير لتر بير مينت. حد منكم ما عرفش الاسامي معلش على الفيسبوك كان بعت لي يقول لي هي اليونتس بتاعت الفاسكولار ريزيستنس ايه؟ هي اللي انا قلتها دي مليمتر مركري بير لتر بير مينت، اللي هو اليونت بتاعت البريشر على المينت بتاع على اليونت بتاعت البلاد فلو، مش هو الريزيستنس بيساوي دلتا في على اف على فلو بريشر على الفلو. طيب البريشر وحدتها مليمتر مركري والفلو لتر بير مينت، يبقى الريزيستنس مليمتر بير لتر بير مينت. اوكي طيب نيجي بقى للريجليشن اوف البلمونري فاسكولار ريزيستنس اند بلمونري بلاد فلو. ولو سمحت زي لما اتكلمنا في الكورونري سيركيليشن وقلت لكم ان الكورونري vessels are affected by ventricular contraction بتضغط عليها، فحاجز هنا في اللنج اقول لكم ان ال pulmonary vessels are affected by the surrounding pulmonary pressures، واحنا لسه متفقين من دقايق ان ال extra alveolar vessels are affected by صح ال intracrural pressure، وانه ال alveolar vessels are affected by the alveolar volume. كويس، يبقى اكن اللنج فوليومز ممكن تاثر على البلمونري فاسكولار ريزيستنس على مقاومه البلاد فيسلز. ولو سمحتوا اعيد تاني، البلمونري فاسكولار ريزيستنس هي مجموعه مين؟ الاكسترا فاسكولار الاكسترا الفيولار والالفيولار فيسلز، لان الاثنين ورا بعض فالدم هيعدي فيهم ورا بعض، اي واحده منهم تمثل ريزيستنس، والريزيستنس الاجماليه هي مجموع الاثنين مع بعض. ايه تاثير اللنج فوليوم على الريزيستنس بتاعه البلمونري سيركيليشن؟ البلمونري فاسكولار ريزيستنس از مينيمال لما اللنج فوليوم يكون عند الفانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. هو ايه الفوليوم اللي اسمه الفانكشنال بالظبط؟ نهايه النورمال ريستنج اكسبيريشن، حجم اللنج في الوضع ده اسمه ذا فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. عند هذا الحجم من اللنج بتبقى الريزيستنس بتاعت البلمونري سيركيليشن مينيمم. لو اللنج اتنفخت اكتر من كده في اتجاه التوتال لنج كاباسيتي بقى الريزيستنس بتزيد، ولو اللنج خرجت عن كده في اتجاه الريديديوال فوليوم الريزيستنس بيزيد. طب تعالوا نشوف ليه. يعني انا هلخص اللي انا قلته دوت في الترم اللي هيترسم قدامكم ده. ده علاقه ما بين اللنج فوليوم وما بين البلمونري فاسكولار ريزيستنس، واحنا محددين ثلاث نقط على اللنج فوليوم بيهمونا. الفانكشنال ريديديوال كاباسيتي، التوتال لنج كاباسيتي هنا، والريديديوال فوليوم هنا. انا قلت لكم حاجه ان المينيمم ريزيستنس بتبقى موجوده فين؟ عند الفانكشنال ريديديوال كاباسيتي. طب ولو رحنا للتوتال لنج كاباسيتي بتزيد، ولو رحنا للريديديوال فوليوم هتزيد، يبقى كده بيطلع عامل ازاي؟ صح، اقول انتوا رسمتوا بالظبط عامل كده، مش كده؟ يبقى الكيرف الاحمر ده بيصف العلاقه ما بين
البلمونري فاسكولار ريزيستنس واللونج بوي. عند الفانكشنال ريديجر كاباسيتي الريزيستنس واطيه، لكن عند ريديجر بوي كانت عاليه، وكل ما بنتجه ناحيه الفانكشنال ريديجر كاباسيتي الريزيستنس بتقل. طب تخطيناها وابتدينا نروح ناحيه التوتال لونج كاباسيتي، الريزيستنس رجعت تزيد تاني، مش كده؟ طب تعالوا نفهم ليه. احنا اتفقنا مع بعض ان التوتال فاسكولار ريزيستنس بتاعت البلمونري سيركيليشن هي مجموع الالجلر والاكسترا الجلر فيسلز. طب تعالوا نشوف كل واحد منهم بيتاثر ازاي باللانج فوليومز دي. الكيرف اللي اترسم قصادكم ده هو الريزيستنس بتاعت الالجلر فيسلز. واضح طبعا انا لسه قايل لكم الالجلر فيسلز بتتاثر مين؟ بالبولي بتاع الالجلر. البولي بتاع الالجلر عند الفيديو بولي مريض خالص، فالكابيلر اللي في الجدار محدش دايس عليهم، يبقى الريزيستنس بتاعتها واطيه جدا. كل ما اللنج تتنفخ هواء اكتر، كل ما الفوليوم بتاع الالجلر يكبر، كل ما تضغط على الالجلر فيسلز اكتر وترفع الريزيستنس بتاعتها. طيب وماذا عن الاكسترا الجلر فيسلز المتاثره بالبلورال بريشر؟ كل ما بناخد نفس اعمق يعني نوصل للتوتال لانج كاباسيتي، الانترا بلورال بريشر بيكونز مور نيجاتيف، يعني يخلي الريزيستنس بتاعت الاكسترا الجلر فيسلز اقل، لان مور نيجاتيف بريشر حواليها بيوسعها، مش كده؟ يبقى اكيد الكيرف يبقى عامل كده، الاكسترا الجلر فيسلز يبقى الكيرف بالعكس، مش كده؟ عكس الالجلر فيسلز. الله، يعني طول ما انا ماشي كده من الريديديال فوليوم لغايه التوتال لانج كاباسيتي، مين بيقل؟ الريزيستنس بتاعت الاكسترا الجلر. ومين بيزيد؟ الريزيستنس بتاعت الالجلر فيسلز. الله، طب والمحصله ايه بقى؟ المحصله الكيرف الاحمر ده اللي هو في الحقيقه عباره عن ايه؟ مجموع الكيرفين، مش تقاطع الكيرفين، مجموع الكيرفين. يعني لو جمعت الريزيستنس دي بقت الريزيستنس دي تطلع الريزيستنس دي، مش كده؟ ولو جمعت الريزيستنس دي زائد الريزيستنس دي تطلع دي، ولو جمعت الريزيستنس دي زائد الريزيستنس دي تطلع دي. يعني الكيرف الاحمر ده هو مجموع الريزيستنس بتاعت الاكسترا الجلر زائد الريزيستنس بتاعت الالجلر ريزيستنس، مش كده؟ يعني اكن الريزيستنس بتبقى مينيمم في الحته دي. ليه؟ لانه الاكسترا الجلر فيسلز انخفض فيها الريزيستنس، والالجلر فيسلز زاد بس مش قوي، مش كده؟ يبقى النقطه دي هي اللي محققه اقل قيمه، مش كده؟ اي نقطه ثانيه بين الفانكشنال ريديجر كاباسيتي والتوتال لانج كاباسيتي مجموع الكيرف ده زائد الكيرف ده يطلع فوق، واي نقطه هنا مجموع ده يطلع فوق. يبقى لو سمحت التوتال ريزيستنس بتاعت البلاد فيسل اللي في اللانج هو مجموع الريزيستنس بتاعت الاكسترا انجلر والانجلر فيسلز. صحيح الاثنين ماشيين عكس بعض، لكن عشان كده مجموعهم بيقول ايه؟ انه بيقلوا الاول وبعدين يرجعوا يزيدوا. المينيمم بيتحقق امتى؟ عند الفانكشنال ريديديوال كاباسيتي. وطبعا دي ميزه، لان احنا معظم الوقت احنا موجودين حوالين الفانكشنال ريديديوال كاباسيتي، ده النورمال ريدنج بتاعنا، مش كده؟ يبقى اول فاكتور متحكم في الريزيستنس بتاعت البلاد فيسلز في اللانج، وبالتالي البلمونري بلاد فلو، هو اللانج فوليوم. المينيمم ريزيستنس وبالتالي الماكسيمم فلو في اللنج بيتحقق عند الفانكشنال ريديال كاباسيتي. يعني لو دلوقتي قلت لكم لنج كولابس، لو حصل كولابس اللنج في النيوموثوركس، ده يتعمل رايت فنتركل ولا لا؟ طبعا يتعمل، لان الريزيستنس بتاعت اللنج اللي حصل لها كولابس دي زادت، مش تقريبا عند الريديال فوليوم، يبقى الريزيستنس بتاعتها بقت عالية، مش كده؟ عشان كده حتى النيوموثوركس العادي هو مرعب للقلب، لأن الريزيستنس في اللنج بيبقى عالي. طيب. تاني فاكتور أنتوا عارفين
تأثير إلا لا مش هو اللي طلع فيه. تاني فاكتور الفوليوم of blood pumped in the pulmonary circulation. هو احنا اتكلمنا عن الموضوع قبل كده. مش انا قلت لكم ان كمان البلاد فيسلز بتاعتنا الاستيك، فلما بنضخ فيها الدم الدايمتر بتاعها ما بيفضلش ثابت، بيوسع شويه، وعشان كده قانون كوازيه ما بينطبقش على البلاد فيسلز بعد فيه وعد، لان الريدس مش ثابت الحقيقه، مش كده؟ فلما اقول لكم هنا انه البلمونري فيسلز الريزستنس بتاعها هيقل لما الفوليوم او بلاد بامبت باي ذا رايت فنتركل يزيد، مش هيبقى عندي حق؟ لانه لما الفوليوم اللي طالع من الرايت فنتركل يعني الكارديك اوتبوت يزيد، ده هيدستند البلمونري فيسلز اللي هي اصلا رقيقه وسهل انها تتنفذ، مش كده؟ يبقى اذا لو الفوليوم او بلاد بامبت انت البلمونري فيسلز زاد، ده يوسع البلمونري فيسلز ويقلل الريزستنس. سبب اخر لعدم ارتفاع البريشر في البلمونري سيركيليشن ان البلمونري سيركيليشن سين وولت، فالوولت بتاعتها بتتمدد بسهوله لما تكون الدم يخشها، فبتوسع فبتقلل الريزستنس بتاعتها. الفاكتور ثالث او ثاني في النقطه دي هو انه لو سمحت لما الفوليوم اوف بلاد بامبت باي ذا رايت فنتركل يزيد، مش بس بيوسع الفيسلز المفتوحه، ده ممكن يفتح بعض البلمونري كابيلاريز اللي ما كانتش فاتحه، مش كده؟ ده بنسمي الحكايه دي ريكروتمنت اوف كابيلاريز. بنسميها ايه؟ ريكروتمنت اوف كابيلاريز. ريكروتمنت يعني ايه بالانجليزي؟ بالعربي؟ استدعاء او تغطيه او كده يعني، مش كده؟ يبقى البلمونري باسكيلار ريزيستنس بتقل as low in the pulmonary vessels increase. واضح. وده سببه حاجتين. distension yes. recruitment. سببه حاجتين. طيب. في pulmonary circulation خاصة في المناطق اللي perfusion pressure فيها قليل، ممكن بعض pulmonary capillaries تبقى قافلة وما بتفتحش إلا لما البلمونري بريشر يزيد او البلمونري بلاد فلو يزيد، زي اللي ذكرناه واحنا بنتكلم عن تاثير السمباثيك ستيميليشن للانك. قلنا بيرفع البلمونري ارتري بريشر وده بيفتح نيو كابيلاري سلوك. طب هنذكرهم حاجه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي تو فاكتورز افكتنج البلمونري فاسكولار ريزيستنس، نمره واحد اللون فوليومز، نمره اثنين الفوليوم اوف بلاد بامبت باي ذا رايت فنتركل انتو ذا بلمونري سيركيليشن. الفاكتور الثالث هو الالبيلر بي او 2. اكيد كلكم عارفين ان لما الالبيلر بي او 2 بيزيد يحصل بلمونري فازو، ولو حصل نقص في البلمونري اوكسجين البلمونري عكس الجسم كله. لو الـ PO2 في الالبيلر اير انخفضت يحدث بلمونري فازو كونستريكشن، يطلق عليها اسم هايبوكسيك فازو كونستريكشن. A very important phenomenon in the lung. ولو مفترض ان انتم تكونوا عارفين اهميتها، مش كده؟ بالظبط. To readjust the ventilation perfusion ratio. ان المنطقه اللي الهواء مش داخلها من الالفيولاي يقوم الاكسجين يبتدي يقل فيها، يبقى لازم البلاد فيسلز في المنطقه المحيطه يحصل لهم برضه كونستريكشن هما كمان، عشان الحته اللي مش راح لها هواء ما فيش دم يروح لها دم، والدم يروح لحته شغاله دايما الهواء راح لحته شغاله. طيب يعني يجوز تنتظروا مني ان انا اقول لكم هو ايه الميكانيزم بتاع البلمونري هايبوكسيك فازو كونستريكشن، مش معنى يعني في اللنج البلمونري فيسلز بيكم كونستريكتد ان هايبوكسي على عكس الجسم كله. الحقيقه يؤسفني ان انا اقول لكم حتى تاريخه وسعته ليس هناك يعني راي علمي قاطع في هذا الموضوع،
اقول لكم بسرعه كده انه في ناس بتقول ان في special types of channels في ال smooth muscle بتاعت البرونكاي بتاعت اللنج بتاعت اللنج وفي ال smooth muscle بتاعت الارتري بتاعت اللنج بيستجيبوا للهايبوكسيا بصوره مختلفه. وفي ناس بتقول والله ده ممكن الموضوع يكون نتيجه ال الاندوسيلم. فاكرين الاندوسيلم؟ كان احد الاستيمولاي اللي بتزود الاندوسيلم سكريشن الهايبوكسيا. لو رجعتوا للاندوسيلم في الكتاب هتلاقوا انه احد الاستيمولاي اللي بتشتريه الاندوسيلم سكريشن هو الهايبوكسيا. مش مؤثر للتشد العاديه. ليه؟ لان التشد العاديه ليها ميتابوليزم عالي بتطلع ميتابوليز كتير في وجود الهايبوكسيا. فالاندوسيلم اللي بيطلع ما بيبقاش مؤثر. لكن في اللنج لما بيبقى فيها هايبوكسيا هل في ماس اوف تيشو في الالبيلاي تطلع ميتابوليز كتير؟ لا طبعا. يبقى تاثير الميتابوليز في اللنج قليل. يبقى الاندوسيلم هيبقى مؤثر. ده احد الافتراضات العلميه. ولا الاولاني ولا الثاني ثابت بصوره قاطعه لسه. دي كلها افتراضات علميه لسه. وعشان كده يستحسن نقول لكم ان ده ميكانيزم اوف هايبوكسيك بالمونري بودي كونستريكشن از ستيل انسيتلد غير مستقره عليه. ومشابه ليه تاثير الكربون دايوكسيد. لو القلب بي سي او 2 هاي قلب بي سي او 2 ليه ستو بالمونري بودي كونستريكشن برضه عكس الجسم كله مش كده؟ كل الجسم لو الكربون دايوكسيد زاد بيحصل معاد اللنج. ونفس الهدف ما هو جاله الكربون دايوكسيد في الالجيراي معناها ان الالجيراي دي مش داخلها هواء يبقى هيروح مش ده؟ نفس فكره الاوكسجين بالظبط. اوكي؟ طيب الفاكتور الرابع اللي بيأثر في البلمونري واسكيلر ريزيستنس هو الاوتونوميك انرفيشن. والاوتونوميك انرفيشن هنا تاثيرها مباشر. السمباثيتك بيعمل بودي كونستريكشن بيزود الريزيستنس والباراسمباثيتك اللي له بارس دايلاتيشن وان كان مشكوك في اهميته برضه. كما هي العاده في كل الجسم بارس دايلاتيشن بتاع الباراسمباثيتك مشكوك في امره. يبقى البازو اكتف سبستنسز. ولو سمحتوا بقى البازو اكتف سبستنسز في اللنج بعضها متفق مع اللي احنا عارفينه قبل كده. يعني هقول لكم مثلا ان البازو كونستريكتور سبستنسز النورتبينفرين ماشي الانجيوتنسين 2 حلو السيروتونين ماشي الاندوسيلين على عيني وعلى راسي. لكن الهيستامين الهيستامين اللي بيعمل كونديلاتيشن في كل حته يجي على العظم ويعمل كونستريكشن. يعني انا عاوزكم بس تتفهموا ان البلمونري سيركيليشن دي وضع خاص بالجسم. ما يسري عليها لا يسري على اجزاء الجسم الاخرى. طب والبعض ده ايه سبستنسز؟ لا كلها ما فيهاش خلاف. اسبالكولين مفهوم. براديكايمين لقيته. ايثر ناتريتك بيبتايد ونيتريك اوكسايد على عيني وعلى راسي. طيب هو ارتفاع البلاد بريشر في البلمونري ارتري مرض بيحدث لبعض البشر بنسميه بلمونري هايبرتنشن وهو غير مرتبط بالسيستميك هايبرتنشن. هو مرض مستقل بذاته. والحقيقه لسنوات طويله طويله ما كانش عاملين علاج ليه. دلوقتي ابتدينا نعالجه. هنعالجه ب بحاجه مش هتخطر لكم على فكره قلناها قبل كده. بحاجه بتزود الاكتيفيتي بتاعت النيتريك اوكسايد. فكتير فاكرين لما كلمتكم على السيلرافيل الفياجرا وقلت لكم انه بيزود سايكلينج جي ان بي عن طريق انه بيعمل انتريشن للفوسفودايستريز فبيدور السايكل جي ان بي وبيعمل بازو دايلاتيشن. الغريب ان لقيناه ليه نفس التاثير عن البلمونري بسيكس. واصبح يستخدم الان في علاج البلمونري هايبرتنشن وبيحقق نجاح بعد ما كان مرض البلمونري هايبرتنشن ده مستعصي على العلاج تماما.
ده احد اساليب علاجه دلوقتي استخدام هذا الدراج. انا بس بوريكم ازاي الدراج كان من الاصل ليه استخدام، وبعدين لما استخدم قلب استخدام 180 درجه اتجاه اخر، وبعدين بعد شويه اتقلب باستخدام 180 درجه تاني. تمام؟ كل ما بنستخدم الحاجه كل ما بيبين لها اعراض ويمكن يطلع لها ثوائب. طيب احنا خلصنا من البلمونري سيركيليشن، بس لسه عندنا كلمتين عاطفين نقولهم، وهي احنا هنعمل ايه بعد كده؟ بس الاسبوع بقى واحده واحده كده عشان قبل ما تمشي، انا بس عارف ان لكم حاجتين. الحاجه نمره واحد انه بكره وبعده مفيش محاضره. كويس؟ اسبوع بس بكره وبعده مفيش محاضره. ليه؟ اولا لان انا عندي امتحانات البراكتيكال بتاعتكم. احنا خلصنا. انما احنا بنتيجي على الساعه 9 ونص 10، فمش دايما بنكون على الساعه 10 خلصنا الحقيقه. فالمهم ان بكره وبعده لو نام بس ما تحترموش كتير عشان اعرف اقول لكم كلمتين. النقطه الثانيه انه خلال الاسبوع القادم وفي الغالب في العدد المحاضرتين بتوع الاسبيريشن الاحد والاثنين، في احد الزملاء هيمكن يديكم محاضرتين يقول لكم فيها على النقاط او الموضوعات اللي يشملها ما يعرف بالباي فيزيكس. لو سمحت مهم جدا ان انتوا تحضروا المحاضرات دي، هي مش هيتقال فيها علم جديد، بس تعرفوا الموضوعات اللي ذكرت وحدودها ايه، لانه هذه موضوعات محدوده ولازم يجي منها سؤال في الامتحان اجباري، يعني ما حدش يقدر يحط امتحان التساوي بتاعته وما يجيبش سؤال باي فيزيكس. فهم موضوعات قليله وجاي منهم سؤال لازم، فهم بالنسبه للامتحانات يعني هم فرصه كويسه. فانتوا يوم الاحد والاثنين في الغالب حد هينزل لهم، او مش غالب ان شاء الله يعني حد هينزل لهم يديكوا موضوعات الباي فيزيكس. ده نمره واحد. نمره اثنين، يوم الثلاثة اللي جاي في الغالب هنزل لكم. هديلكم ايه؟ لو سمحت هحاول اخلي الموضوع بقدر الامكان ان انا هحدد معاكم من دلوقتي مثلا انه يوم الثلاثة اللي جاي هل تفضلوا ان انا اقول لكم اسئله او اناقش معاكم او ارد على استفساراتكم او اشرح لكم حاجات في الجزء الاول كارديك يعني، ولا الجزء الثاني الباسلر، ولا الجزء الاول من الريسبيريشن، ولا الجزء الثاني من الريسبيريشن. طب اللي عاوز اولا الريسبيريشن مش سيركيليشن يرفع ايده. طيب يعني تقريبا موقف. اوكي. طيب اللي عاوز الجزء الاول نبدا يعني بالجزء الاول من الريسبيريشن. عظيم. يبقى الجزء الثاني تقريبا برضه كله. يبقى اذا القضيه هتكون الجزء الثاني من الريسبيريشن اللي هو من اول الريجريشن اوف ريسبيريشن. طيب يوم الثلاثة اللي جاي الساعه 2 برضو هنبقى محاضرتنا عباره عن مناقشه في الجزء الثاني بتاع الريسبيريشن.